سوسبنس كرة السلة اللبنانية ما بخلي أبداً الجمهور اللبناني بلا تطورات جديدة، فبجولة على تمرين نادي التضامن بيظهر المدرب مروان خليل العائد مؤخراً إلى تدريب الفريق، وهو بانتظار عدد اللاعبين ليكمل ويلي بالكاد يوصل لعشرة وكأنه تمرين مدرسة، والسبب اعتكاف بعض اللاعبين عن الحضور لبل الانسحاب بسبب عدم تقاضيهم أجرهم المالي. الوضع المالي بالنادي منه سليم، بقى هود اللاعبين ارتقوا أنه يوقفوا، الهمدر بداع الاعتزال والتوبة بداع أنه بده يسافر يرجع على السويد، بعتقد هيك قالوا. الفريق كله ما عم يقبض، قابضين يمكن شوي بس أنه مكسور عليهم كتير يعني. هلأ أنسابي حظنا حلو أنه في صاحبه لريح، هو كندريك هونيكي جاي لعنده سياحة عم يتمرن معنا، صار يعني هلأ اليوم الخطيب أوت منه عم يتمرن، مروح داره، فهذا الشاب رح يتمرن محله اليوم، بنصير 10 وياكلنا سوا بنقبض وبنكمل، ياكلنا سوا بنوصل على محله وبنتفق مع بعضنا انه بنوقف. بتأثر كثير our minds we're not focused، صعب شوي. كانت نتيجة احسن من هيك اذا الاداره بتكون احسن معنا. بظل هالظاهرة المش جديدة على الأندية، على مين توقع المسؤولية؟ يقال انه ممولين وعدوا وما التزموا، فبيبقى السؤال ليش الالتزام من الأساس والتلاعب بمصير نادي عريق؟